غادي يرحل وغادي يهاجر وغادي يكون ساهمنا في الهجرة القروية الهجرة من القرى إلى المدن. إذن هذا هذا ملتقى مهم ومهم جدا، ولكن فيه أيضا واحد تميز ولا واحد انفراد بوحده. هو تكلمت على السنتين اللي كنا وقفنا، كنا منهمكين في إعداد واحد مشروع مهيكل كبير اللي هو القرية الرياضية بولمس، القرية الرياضية على مساحات 7 هكتارات وفيها جميع المرافق الرياضية اللي يمكن، كاين قاعة مغطاة، كاين ملاعب القرب، كاين مسبح، ولكن كاين أيضا مركز الاستقبال الرياضي. هذا مركز الاستقبال الرياضي هو اللي غادي يمكن واحد العدد ديال الرياضيين وخاصة الفرق باش يجيو يديروا تربصات رياضية في المنطقة ديال والماس. إذن والماس عندها مؤهلات، ما غاديش نقول لكم خص تكون منطقة صناعية على الجبل لأن ما غاديش تقدر تصدر، لكن غادي نقول لكم بأنه كاين السياحة الجبلية، كاين السياحة الرياضية، وكاين كما قلت تتمين واحد عدد ديال المنتوجات المحلية اللي غادي تعطي ديك المنطقة واحد الطابع ديال الأصالة ديال الأصل ديال المغرب. لأن كنتكلمنا على الخزانة اليوم 3000 هكتار، كنتكلموا على السلالة ديال الأبقار، كنتكلموا على يعني الأشجار المثمرة التفاح إلى آخره، وكنتكلموا على أيضا على المياه المعدنية اللي معروفة بها المنطقة واللي هي كتعطيني هذه الميزة. فيما يخص الكسابة غادي يكون عندهم جوائز تحفيزية اللي غادي يعملوا، فيما يخص الناس ديال الخيل السربات ديال الخيل راه غادي يكونوا ما يفوق 400 ديال الخيل. إذن هذوك السربات هما غادي يكون عندهم واحد التحفيز، الناس اللي كيجيبوا الخيمة اللي كتفوق واحد العدد الخيل واحد 100 خيمة، إذن هادو كلهم غادي يعني كيف نقولوا نخليهم يحسوا بأنه تعيشوا في واحد العالم اللي هو ديالهم، وفي نفس الوقت غادي يستافدوا من واحد العدد ديال الامتيازات. وعاد كتعرفوا بانه في المغرب عندنا الناس ديال العالم القروي راه ما عندهم لا عطله لا والو، بالنسبه لنا هذه 5 ايام اللي غيدوزوا تعتبر عطله بالنسبه للترفيه، ترفيه عن النفس. اذا حتى هو داخل في يعني في العمل ديالنا كمجلس هو انه تحسين وخلق ظروف مناسبة ليجعل المنطقة تكون عندها جاذبية. لأن تتعرف بأنه الماس تبع الجهة تاع رباط صلاح قنيطرة، ورباط صلاح قنيطرة عندها بحر، عندها واحد عدد الأمور، ولكن ما عندهاش الجبل المتنفس الوحيد ديال الجهة هو منطقة والماس. بطبيعة الحال كنشتغلوا على مواصلات على الطريق، راه كتصوب غادي تشوفوها ملي تمشيو، وكنشتغلوا عدة أمور. إذا بالنسبة لنا الناس تيمشيو بعيد باش يدوزو يومين ولا 3 ايام، وبالاحرى الا كانت شي منطقه اللي قريبه بعيده عليهم 140 كيلومتر تنظن بانه هذا هو الهدف ديال هذه المنطقه اللي هو تقليد سنوي. غادي نشتغلوا في المستقبل، حنا كنشتغلوا باش يكون يعني التجويد تنظيم تجويد رفع المستوى ديال التحفيزات الى اخره. هذا هو ما غاديش نتكلموا على امور اخرى اللي غادي تجي من بعد، ولكن حنا اليوم كنركزوا بالدرجه الاولى على الساكنه ديال المنطقه، على الفلاح وعلى الكساب وعلى اللي كيدير التجاره وعلى اللي كيدير شي امور اخرى. يمكن كلشي غادي يكون واحد الرواج الاقتصادي في هاد 5 ايام هادي اللي غادي نخدموا ان شاء الله ابتداء من 20 يوليو الى 24 يوليو من هاد الشهر.